صورني مع الكنيسة ده. وينك يا ساحتي هون؟ يلا فايتين احنا لجوا ده هون. لا لا هاي لا لا هذا هون بيت الطيارة تبع دفن الموتى الموجود اللي هونيك. هيديك غرفة صغيرة كمان، غرفة صغيرة هونيك للمولدة مشان الكهرباء. هدول حواض برد هون بي حاطينه مشان إذا انقطعت الفيجة مشان ضلنا نستعمل على طول مي ما تنقطع. هاي عنا هون الصالون. هاي المدخل الس هذا المدخل هذا الرئيسي اللي بندخل على الكنيسة. والصالون بابه هذا الصالون، هذا الصالون هذا مشان المناسبات مشان الافراح مشان التعزية. بده يتوسع هذا بعد الصالون لقدام لأول الطريق. ايه هذا كله بده يصير ترميم، هذا كله ترميم لأنه كلها طهارة تجديدات تعمل. تجديدات نعم. هاي باحة الكنيسة هون، وهاي هاي جنينة، هديك جنينة هاي شو اسمه، هاي متبرعين فيها سبيل. هديك سبيل مشان هاي متبرعين مشان واحد مية تسقي مية. وهي باحة، باحة الكنيسة متابعة لهي، متابعة لهي لهون. يعني في وسعة أرض للعمار. في وسعة أرض للعمار. المناسبات تبع الافراح تبع ايوه سلامات. الباب الشرقي، باب الشرقي أيوة. للصالون والدرج هون، هذا الدرج ما في من ممر ل اللي بالويل تشيرز الكراسي على الدولاب لا ما في. لا ما في له ممر، لازم نعمر لازم عمار صلوا شو حيط الشرق مش هيك؟ هذا لا حيط الشمالي، هاي الواجهة الشمالية. حلو. قديش حوالي طوله؟ هاي طوله شو حدود ال 20 متر 30 متر. هالباب ال ايه هذا الباب الشمالي. جناحي. لأنه مبلغ كبير طبعا، يعني إذا حدا بيساعدنا مثلا مشان نوسع الكنيسة لقدام لهوني. هاي مش للكنيسة لسا هلا؟ ايه مو للكنيسة، ما نشتريها نحن مشان نوسع الكنيسة. وما قرروا مبلغها؟ ايه ما قرروا، يعني مبلغ كبير. هاي الصالون الجهة القبلية. مدخل الصالون هذا الرئيسي من جهة. هذا الممر للصالون، العالم تجي من هنيك انه ما في محل العجز، اذا تفوت العجز اللي جوا ما في له طريق لحتى يفوت، ولازم نحن نساوي هالطريق هاد مشان العجزه كمان تحت نفوت على الكنيسه. مظبوط. ده الصالون احنا بنحط فيه الميتين، اذا صار في شيء مناسبة ميتين بنحط فيه ميتين هون. ما في درج يطلع عليها ما في درج كمان، يعني حالة تعيسة بالمر في قلة المصاري الفلوس. والمدارس الاحد هون كمان؟ ومدارس الاحد هون، يعني كلهم عم يصيروا فوق بعضهم، ما في قرنة لحتى تقعد مثلا الميتين او يقعدوا، نحط مطرح للميت مطرح المدارس الاحد. في اطفال كثير بيجي في كثير في اطفال من فوق الالف شخص، مو عم بيحسنوا يجوا الالف شخص، عم يقتصدوا منهم لانه ما في قرنه واسعه ما شاء الله يتعلموا على الديانه المسيحيه. طائفه كبيره، طائفه كبيره، بس ما في عمله لحتى الواحد يوسع هالشيء. ها هذا القبر تبع ابونا الخوري جوريوس الخوري، قضى شي 50 سنة 45 سنة خدمة بهالكنيسة هون، وتوفى بسنة 1941، وعاملينه نحن هون مزار لإله لأنه خدم هالرعية 50 سنة. يعني بتعتمد هالأشياء حلو. إيه نحن بنعتني بالكاهن، لازم من
لأنه راعي الكنيسة هاي لازم يكون مدفن بالكنيسة اللي صلى فيها. هذا الأب التجارة هاي كمان تعبانة بالمرة، بحاجة كمان لشغلات ترميمية وكمان بتكلف فلوس كثير عم. يعني تعبانة بالمرة، شو صلى من فوق 50-60 سنة مبنية الكنيسة هاي. هاي هون الجهة الغربية من الكنيسة. هاي دخان الغرب؟ هلا نحن داخلين من الغرب، غرب الكنيسة. الكنيسة من هون الغربي. هاي مقاعد. كمان نحن بحاجة لمقاعد كثيرة كمان مشان العجزة، كمان عجزة كثير في بيوت ما بتحسن تجي لهون على الكنيسة بسبب المقاعد مو متوفرة عندنا هون موجودة. وإذا جبناها بدها تكلفنا كمان فلوس كثير. هاي صورة لمريم العذراء السلام على اسمها. هون بدو الشمع تذكارية. هدول الختايرة، هدول المقاعد الكبار كمان تعبانين كثير عم يهززوا مشان يعني كثير تعبانين طايرين. كمان بدو الترميم. يعني كنيسة عتيقة كثير بدها ترميم وبدها فلوس كثير، مو عم نحسن نبنية بالمرة. هاي المريضة هون؟ هاي هون المريضة. هاي هون بفوت العالم من الباب الغربي بحطوا مصاري بضووا شمعة لسلام على اسمنا مريم العذراء. هذا باب الدخول؟ هذا باب الدخول الشمالي، محل أول ما صور. هذا واجهة الباب الهيكل. هاي الواجهة كلها باب الهيكل. كمان الهيكل بده كمان ترميم، كمان بده شغلات كبيرة كمان بسبب قلة الفلوس ما عم نحسن نشتغل فيه شيء. دائما أغلبية الطائفة تكون لكن في عالم عم توقف برا لأن ما في الكنيسة صغيرة عندنا هون. هاي الشعرية فوق كمان ما حدا طلع، ما حدا طلع فيها لفوق لأن صايرة تعبانة، منخاف لحد أولاد يفوتوا يطلعوا لفوق يقوموا يقعوا. ممكن تصور فوق؟ ايه ممكن تصور. يعني احنا ما نخلي حد يطلع فيها لفوق مشان ما حدا تقلب على حدا. ايه خطر يعني. خطر كتير يعني. نحن هلأ عالم تضل واقفة برا مشان تتسمع القداس لأن ما في وسع بالكنيسة جوا هو. مفروض يكون له الشماس كمان كرسي خاصة كمان من قلة الفلوس كمان حاطينه هالكراسي هدون. المتواضعين. هاي كرسي للمطران هون كمان لازم تكون غير شكل كمان بسبب المبلغ المصاري كمان مو عم نحسن نجيب هالشغلات. هاي المفروض تكون الكنيسة تكون لازم تكون هاي البيت تبعنا المفروض تكون أحسن من البيت اللي نحن ساكنينه بس بقلة المصاري مو عم نحسن يعني. وهي كمان هنيك للشمندريت كمان وقف الشمندريت كمان كرسي تعبانه بالمر. هذا باب اول الهيكل. باب اول بهذا الشمالي باب الهيكل الشمالي. هذا الصليب هذول المراوح اللي بيوقفوا ورا الخورين هذول. هاي شمعتين بيمشوا قدام الخوري كمان. ليش لحشينا من الأرنة ها؟ ما في أرنة لازم احنا نحط لازم نساوي الأرنة مضبوطة كمان كلها بدها مصاري بتكلف مصاري كتير بدها مصاري. أواعي الخوري حاطين من برا لأن كمان بسبب هاي طاولة كمان تعبانة كتير يعني كله بده مبلغ. يعني عالم أغلب العالم ما عم تروح تصلي بالشام من صغر الكنيسة عندنا هون.
طائفتنا كبيرة عندنا هون، عرفان كمان عم تيجي تكلل، عم تروح الشام، على دمشق مشان تكلل من صغر الكنيسة عندنا هون. هاد الذبيحة محلنا بيساوي الذبيحة مشان المناولة. مريم العذراء. هاي صورة مريم العذراء السلام عليكم. هاي المائدة هون، المائدة هي تعتبر كلها مائدة هون، هاي المائدة. شندلير قديم. كثير قديم، شايف السقف هون كيف عارف كمان فوق، السقف كمان كله هذا كمان كثير تعبان. يعني صايرة خطرة خطرة كثير وعالم عم تجي عليها. إيمان. هالباب لوين؟ هذاك الباب القبلي اللي بنفات فيه من الهيكل، هو اذا حدا ما بده يفوت من قلب الكنيسه تكون معجوقه الكنيسه كثير، يفوت من باب القبلي. هاي كمان من قله كمان الفلوس، كان لازم نساويها ترتيب، هاي كتب هاي كمان مشروحه هون هيك بالعرض مرتبينها، هالاواعي هذول كمان تبع الخوري حاطينهم هون. هون بحطوا بقى الخوري؟ لا، هن المفروض يكون في لها خزانه خصيصا كمان من قله المصاري كمان حاطينهم، نحن عاملينهم هون حاطينهم لحتى هيك الله يفرج علينا شي واحد يساعدنا بشويه مصاري. هاي عندنا هون منظمات الكهرباء كمان تعبانه. هاي واجهة الكهرباء كمان كثير خطرة، عم بيصير في حمل كثير على الوقت أثناء الصلاة، عم تفصل المنظمات كمان كل منظم. هاي كمان هون ثاني كمان، هاي كمان مكركبة حاطين الغاز فوق هذا كمان، تكون كمان تكون ترتيبات ثانية، تكون كمان كلها من قلة محيطها من مشان نحط فيها أناني الزيت، مشان نحط فيها شمعنا شمعات، مشان نحط فيها شغلات للكنيسة كمان من قلة المصاري كمان هيك عم نحطها كله فوق بعض، ولازم يكون في لها خزانة أفضل منها معينة سوسي معينة. نعم كمان هاي هون في عنا هون بالصور هاي بين هاي مشان نحط فيها بالصور القديمة الأقراص المقدسة كمان حاطينها كلها مصفطينها فوق بعضها كمان من قلة كمان المطارح، كلها مطارح بدها فلوس وبدها مصاري. يعني بإمكانيتكم إنه إذا بتساعدونا وتفضلوا علينا بمساعدة الكنيسة إن شاء الله. حاطين فيه شو هالجسر؟ هذا جسر ماسكين فيه الصليب مشان ما ينحني، مشان ما يقلب على تحت على الأرض، مشان ما ينكسر. حاطينه على خشبة؟ هاي حاطينه على خشبة، المفروض يكون في إله هاي جسر باطون مسلح يعني مشان ما يأذي، يقلب على حدا يأذي. معلق الصليب فيه؟ ايه معلق الصليب فيه. وكيف الكنيسة بتحمل بالعياد عيد الكبير؟ عالم اغلب العالم عم بتضلها واقفة برا تحت الشتاء بتلوج. بتلوج مشان تفوت على القداس، ما في محلات هون لأن الكنيسة صغيرة عندنا هون. عم بيضطروا عم بيروحوا على الشام يصلوا على دمشق مشان من قلة المطارح نحن عندنا هون، لأن كنيستنا كثير صغيرة. مع إنه بيقفوا برا بيقفوا برا تحت وبيضلوا يجي؟ إيه وبيضلوا يجي. يعني في إيمان كثير هون هلا. الحمد لله نشكر الله. هالشيء أهم شيء. كل محل عيون. هاي المبخرة تبع الخوري، المفروض كمان يكون المبخرة أجمل من هاي، الخوري الكاهن من نمشي قدامه المبخرة هاي قديمة قديمة كثير هاي المبخرة. فيها جرن المعمودية. وين شو هاي الباب شو؟ غرفة مشان نحط فيها جرن المعمودية والسجاد. حاطينها جوات الغرفة، هلا بنفتح الغرفة
بنحط سجاد بنفرده بالشتاء مشان العالم ما تضرب. شو هون استاذ؟ هاي الغرفة اللي بنحط فيها جرن المعمودية. حاجر المعمودية؟ ايوه هذا جرن المعمودية، هذا الجرن وهي القاعدة تبعه مشان المعمودية. مش حرام حاطينه على الارض؟ ما في، لان ما في قرنة، لازم يكون في لها شغلات هيك رفوف نحطه على الارض، ليك نحن حاطين عليها، حاطين هون مشترين سجادة مشان نحطها عليها، مشان ما نضلنا على الارض. ماشي الله كريم. هاي في شغلات كثير عم تتكسر من قله المطارح، لان ما في عندنا قرنه عم تتكسر، هذا صليب انكسر. صليب؟ هذا صليب عند الخشب كنا حاطينه، لان ما في محل انكسر، وقع انكسر. ما في ضوء ولا شيء؟ ما في لا ضوء ولا في شيء. هذا الدرج خطر، هذا منعنا على العالم عم تطلع لفوق من قله المطارح تحت. في الشعرية اللي حكينا فيها ناحية الباب الغربي. ليه كمان الختائر يطلع لفوق؟ ايه كمان ما في الاجهزة، كمان اغلب الاجهزة ما عاد تطلع، الختائر لازم المفروض. هذا الجسر ما بيوقع، هذا الجسر هذا وقع كان راح يروع عالم كثير، ورغم الشيء عم تجي العالم على الصلاة. شو ها؟ هي صوبية للكنيسة، في ثلاث اربع صوبيات إلى للكنيسة. شو الصوبية استاذ؟ صوبية وهدول البواري هدول. لا يدفوا الكنيسة كلها فيه. مشان يدفوا الكنيسة كلها. بالشتاء. بالشتاء. بتأدي؟ ما بتأدي، أنا مضلة بردانة، بس أنا ما تجي على الصلاة، ما في إلا ما تجي على الصلاة العالم. هذا عنا هذا ال هذا يوم هذا مثل التابوت لجناد المسيح، يوم جناد المسيح إحنا بنزينه. كان المفروض من حوالي 18 سنة كان في واحد من الإزاز، شو صار فيه انكسر؟ لأنه من قلة القرنة ما كان في مطرح له انحط انكسر. وبعدها بعدها عم بتخزنها؟ إيه بعدنا عم هاي تبع كهرباء ثانوي. هاي شرطان كهرباء؟ هاي شرطان كهرباء، هاي كثير عم بتصير في أثناء الهواء والشتاء بصير في حريق هون. لأنك الشيطان شايف تعبان كثير، ليش عم تهرج شايف؟ هاي كلها تراب عم تهرج. حرام الولد تطلع لهون. اي هون ما منعنا العالم تطلع لهون لانها خطرة كثير. يعني عم يقعوا اشخاص كثير هون، صاير في كثير تعبانين. شو هذا السلم هون؟ هذا السلم مشان جرس فوق، اذا اخترب مشان جرس، المفروض يكون له درج هاد. كمان من قلة المصاري كمان مو عم يحسن. سوي له سلم. هاي هون محل ما نحن هلا واقفين، خطرة يعني واقفين على خطر نحن هون. يعني في وسع، ما في مقاعد، ما في، ما مستجن حطها هون لان هون خطر، هون راح تهبط، راح تهبط. شايف هون ليك، هاي هون شايف كيف نازل الشرطان دائما، ما... كل الشرطان هاي كهرب، كلها قلة مصاري. هاي هون خفتت، هاي ذيك السنة هاي هون ليك شايف، شو صار هون؟ هاي خفتت لتحت، ما حدا مزح. هاي شايف بعد ترش كلها تسوى، شايف كيف كيف البلاط عم يقبع، لان صار كبيره الكنيسه. لا هلا بالشرطه هذا السقف كمان، ليش هاد كيف واقع هون السقف، اذا مبين مع هذا السقف ليك، وهذا ها ليك، وشايف كيف واقع ها؟ ايه قدم الشاندلير؟ ايه هذول قدم. شايف هذا الشباك؟ هو كمان واقع شيء تخفي؟ ايه لكان هاي واقع، هاي واقع، هاي كلها هاي. يعني ايش ورط طلع لهون؟ ايه هون ما عم نخلي اولاد، وقع اولاد كثيره من هون هنا.
يعني في خبرة للعمار وفي بس مهندس عنا عم يخطط. ايه بس مسألة المصاري، بس بدها مصاري، بس بدها مصاري. شايف كلها تعبت، تمام يعني هسه وقفتنا هون. هي خطرة، خطرة كثير هلا، نحن هنا عم نصور على خطر. نحن بتعرفوا هي إذا بأمريكا شافوا هالعمار هذا بخافوا بيسكروه للدمار. بس ما بتصلي العالم، بتصلي بدها تيجي تصلي عالم، عالم عم تروح على الشام تصلي. يعني خطرة، خطرة، خطرة كثير. وقفي هون، واقفين نحن كمان خطرة كثير هون. هي بعثوها بأمريكا كندام. الشباك شايف هيك كيف جهز أنا عامله بالخشب مشان ما يقع لتحت على راس ولاد. شايف شو تعبان؟ هي بأمريكا بعثوها كندام. ما في شيء مهدية لهالكنيسة غير الإيمان. الإيمان، الإيمان اللي. إن شاء الله الإيمان تبنوا الكنيسة الجديدة. شايف هون كيف كمان هذيك من فترة كمان شايف كيف هاي؟ شايف الشباك هذا كيف عبيد؟ هيك شايف؟ البطون خالي بس الإيمان فيه ها؟ الحمد لله. يعني بالعياد لما يصير طائفة كبيرة مجبورين تفتحوا ولا هون مع كلهم خطر والحمد لله الواحد في إيمانه إذا وقف على شعرة على الإيمان تبعه. استغفر الله يا رب. هاي الشبابيك كلها تعبانة، كنا نخاف كمان كلياتها، بنخاف كمان انها تقع على راس واحد كمان شي ولد صغير، ولد صغير على شي ختيار على شي عاجز قاعد هون كمان. شو هالاجتماع اللي بعدها؟ هاي اجتماع مجلس مشان قيلة هذا قرر قصة؟ ايه عم بيتشاوروا انه قد ايش تكلفوا، ما تكلفهم شي بحدود 25 مليون ليرة. ليرة سوري، ليرة سوري. الله يوفق اللي بيساعد لبيت الله وللكنيسة، الله بيحمي وبيحمي له أولاده وعن صحته وعافيته. وهذا بيت الجميع، هاي الكنيسة بيت الجميع، البيت اللي نحن قاعدين فيه بيت مؤقت، بس هي هذا البيت الحقيقي للإنسان. وطائفة خطنا مرحبين لكل أرثوذكس بيجي من أمريكا، كتير شعب بلاقي بيت هون، الارثوذكس اللي بيجي من امريكا كثير وقت بيجوا لهون كمان كثير بيفرحوا انه كيف تستقبلهم شعب قطنا، يعني على البساطيه، عالم بتحب حياه شعبيه وحياه شعبيه وحره وبتحب على الضيف، تعليم المسيح، على تعليم المسيح. السلام بعد واجد هون الحمد لله، نشكر الله الله يخليني اياكم. بس قلة المصاري هي اللي عبت الكنيسة، حرام لازم تكون كنيسة أجمل من هيك وأفضل من هيك لحياة الأولاد الصغار اللي عتجي لهون تصلي. في يقارب من فوق 2000 ولد صغير عبيجوا لهون، كلهم عم يطلعوا لهون على الشهرية بخطأ. هي كبيرة بس بدها تجديد، كبيرة بس بدها تجديد، وإن شاء الله بلكي هيك. هاي تصليح الجراس هاي هون كان تصليح الجراس، بس مو خطرة هالطلعة. خطرة كثير، خطرة، بس شو بدنا نساوي؟ أيامات الجرس بينتزع كنا نضطر نطلع عليه. والسطح تبع الكنيسة بيعمل في دلف فوق ولا؟ ايه كثير، في بيصير وقت الشتاء بيصير في مي كثير، بينزل دلف كثير على الكنيسة لتحت. مبين واضح انه يطلع صور من فوق كمان بتلاقي كثير تعبان ومهرق. عدم المؤاخذة ما راح اطلع لفوق خطر. هات تصور انا. لا لا ما فيها شيء فراج. ها صحيح؟ صدق ما فيها شيء. لكن بآمن وبطلع. ها. قول اسم الصليب وطلع. اسم الصليب. هون لسه واقفين على سطح الكنيسة. نحن واقفين هلا على سطح الكنيسة. هاي كلها عم تهرهر من فوق الكنيسة.
استغفر الله، شو هالخطر؟ كثير خطر كثير. هاي هون سقف الكنيسة، هون شايف الخشب. بكي وقع. شو بدنا نعمل؟ عالم عم بتفوت على الإيمان تبعها عم بتفوت. هاي ما في عرضات حاجة زي ما في حدا يوقع. ولا أبدا بالنسبة. لا كلها بدها مصاري. هاي جرس الكنيسة كمان، المفروض يكون في له كمان درج مشان الواحد يصلحه، كمان عم نطلع هيك عربشة متعربش عربشة مشان نصلح الجرس. قديم الجرس ها؟ قديم. هاي الغربية؟ ايه هاي هون الجهة الغربية. وهنيك صد شيء، هذا سطح الصالون. ها هاي الغرفة، هاي غرفة مشان الشمع، مشان تعبانة كثير كمان هاي الغرفة. هاي باحة الكنيسة، هاي باحة الكنيسة، هاي مصورة. حلو الخضار فيها والسجار حلو، بس لازم يكون فيها خضار أحسن من هيك، بس كمان قلت كلها قلت المصاري. هذا بيت الخوري؟ ايه هذا. عم يجتمعوا هون تبع مدارس الاحد؟ ايه بيجتمعوا هون. حول الساعات زي ولا الساعات؟ هدول المرشدين، هدول اساتذه تبع مدارس الاحد. ليش هالغرفة هون؟ هاي غرفة كمان تعبانة، ما عاد استرجع حدا فات عليها لجوا، كمان وقعت بالمرة، شايف الحيطان تبع كيف وقعانة. شو كانت بزمانها؟ هاي كانت عالم هون تفوت لجوا كمان يحطوا الأطفال وهن عم يصلوا. يحطوا الأطفال هون مشان يصلوا. وهسا هون صارت حيطان كثير تعبانة، عاد تنزل الأحجار أيام الشتاء وقت يكونوا الأطفال عم يتعلموا هون. عاد ينزل عليهم تراب وشتاء وحجار. سكروها هناك. سكروها. هذا النعس القديم؟ اها. المفروض هي كمان تتبلط، هي كمان من قلة المصاري تكون فيها جنينة كمان الأولاد مشان يصير يطلعوا يلعبوا هون. شو كاتبين هون؟ لا زياد سركيس الدحان جورج حطوا تعال الباب هون. دهن الكنيسة عام 1976. بيطلعوا الأولاد يلعبوا هون كمان؟ بيطلعوا الأولاد بيلعبوا هون. هذا مدخل الجنوبي؟ هذا القبلي، هذا المدخل القبلي. يعني جنوبي مو؟ ايه جنوبي. هذا المقعد كمان مكسور، بدنا ناخذ نصلحه. كان جوا عند الصبح الاحد. ايه. هاي الشرطة عن الكهرباء كمان، شايف كلها خطر، هاي شايف كيف بدك المك. من فترة شعلت الكهرباء من هون هيك الشباك كيف نازل، كلها بدها مصاري هاي لحتى تطلع. يعني انتم مش طالبين تكنولوجيا الحديثة الحديثة، بس انه شو تتصلحوا وترتبوا نستر حالنا انه ما تقع ما ينأذى حدا، يجي زوار يكون يكون حلو شيء حلو. صافين الراس. ايه يكون شيء حلو. اجى ارثوذكس من امريكا يكونوا نحن مرفوع راسنا وقت. هذا مطبخ هذا صغير مشان الاجر مشان بهذا المطبخ طايفه كلها؟ شو بدنا نعمل؟ ما في، لان المصاري كمان ما في مشان نبني مطبخ مرتب حلو.
كمان اطفال عتفوت لهون مشان مثلا تشرب الطعطش كمان. هاي كمان سقف عم يهرهر كمان خشب. استغفر الله. ها هو السبب الصالح. مين ساعده؟ دائما هون الاولاد بتجمعوا كلنا عايشين حوالي هون مشان يشربوا نود ياكلوا بيجمعوا يلعبوا هون بالباحه دائما حوالي الكنيسة ايوه دائما حوالي الكنيسة هون فاي الاطفال عم يلعبوا فيها هون في خاصه هي ها بيلعبوا فيها بالسله بالطابه وهي هاي فيجة بيشربوا فيها العالم مبرد ايه و... بيشربوا فيها العالم ما في غير هالفنجانين بس هدول الطائفة كلها يشربوا منها ما في عندكم واري فانتن يعني من اللي بيطلع تكبس الزر بيطلع منه ماي هاي شيء بسيط والجراثيم و... مع انه في ايمان بس بروح جراثيم بالايمان مع كاسة واحدة ها كاسة مساء الخير مساء النور هذا مجلس الرعية عم يدرس الوضع مشان بناء الكنيسة الجديدة الكنيسة اللي أجيناكم إياها هلا بهالوضع تعبان كثير تعبان ما عم يدرسوا هلا الوضع مشان بناء الكنيسة وبتكلفهم بحدود 25 مليون هالقيمة مو موفرة عنا بالمرة هاي المحافل وعندكم موديل للكنيسة الجديدة المارة؟ ايه في عنا ايه وين وصل جوا؟ ايه موجود جوا اذا بتحب تفوت يلا خلينا نشوف بس هذا للمناسبات مشان العدد في هذا الصالون بدي ينقل الكنايس بدها تنقل الكنيسة لهون هذا الصالون بنصير نصلي فيه هون. نهار الجمعة الخميس كان فيها كان فيها سهرة هون كان في عزاء كثير وعالم جانب انتقدوا كثير ايه كثير انتقدت عالم لأن قلة المطاري شو بدها العالم أحسن ما تروح تسهر برا العالم المسيحية أحسن ما تطلع تسهر برا بتتجمع كلها بالكنيسة هون حلو ايه بتحب يكونوا على طول مسيحيين أرثوذكسيين مع بعض هون عطلة الجمعة الخميس كل ليلة المسيحية بتجمعوا ايه بتجمعوا هون بيسهروا هون أحسن ما يطلعوا لبرا. This is a model. مهندس. شاف البترك؟ إيه شافوا البتر. هذا الشارع أول ما صورنا فيه. شارع حيث العظيم. هاي الغرفة. هاي الغرفة تبع السيارة اللي نودي فيها الميتين على المقبرة لتحت. هذا الصالون اللي نحن موجودين هلا فيه هذا الصالون هاي الباحة اللي حكينا فيها أول مدخل الكنيسة هون هاي الواجهة الشمالية أول دخول الكنيسة هاي هون في عنا نحن أبو كمان هون تنزل تصير العالم هون المناسبات سهرات ايه بصير سهرات هون أحسن ما العالم تطلع لبرا تصير تسهر كلها هون بقلب الكنيسة هون يعني شو جديد بيصير من برا العمار؟ اي هذا عمار كله بيصير عمار حجر هذا الصالون هون؟ اي هذا الصالون جديد؟
اي هذا اللي نحن هلا نحن عم هاللي نحن قاعدين فيه. بيصير تحسنات بالصبر. ايه بده يصير. ايه هذا بده يصير تحسنات. يصير هون. يصير افضل من الكنيسه هاللي اللي حكينا عليها هلا كنا عم نصورها. هي من جوا. هي من جوا. بيصير تجديدات للهيكل العظمي. ايوه. هي الجهة الغربية تبع الكنيسة. حلو. بده يصير في هون جرس وهون جرس. كمان جرس بده يكلفوا كثير من المبلغ مصاري فلوس. ولمين تقدمت هالخطة هاي؟ نعم. مين قدموا هالخطة قدام مين هسا؟ وافق عليها البطرك؟ وافق عليها البطرك. قرر بده يصير مساعدات. بده يصير مساعدات من الأرثوذكسيين هاللي بأوروبا بأمريكا. إن شاء الله. هي الجهة الغربية من الكنيسة. هذا الدرج كمان منشان مثل ما حكينا بالجهة الشمالية كمان منشان مناسبات منشان أفراح منشان التعزية منشان مدارس الأحد الأطفال بصير في إلهم العجزة إذا حبوا كمان يفوتوا على الكنيسة كمان بصير في إلها شغلات تفوت العجزة على الكنيسة ما عاد في صفة إلهم في شي صعوبة بالمرة والأطفال هون كمان إمت ما عادوا هون تحت الكنيسة بصفي مريح ما عاد في مثلا يقلب مثل ما كانوا فوق يقعدوا عم يتقلب أطفال لتحت في عنا 1500 طفل عم يجوا هلا ما عاد حدا إجا لأنهم عم يخافوا من العمار القديم حلو بيصير تجديدات المطبخ والمطبخ كمان بيصير كله تجديد هذا المهندس اللي هندس الكنيسة هذا اسمه المهندس الديكور الياس فرح هاي صورة البطرة